صباح الخير عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير صحتكم؟ نتمنى لكم تكونوا باحسن الاحوال نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم نهار الحد، اليوم نهار الحد وكاينه غير انا وليداتي، وفيديو جديد ونهار جديد اكيد مع واحد الوصفه غادي نشاركها معكم. بغيت نفرح بها وليداتي، علاش لا؟ ماشي بالضروره تتسنى الا يكون عندك الضياف ولا هذا، يعني ما فيها باس تفرحي بها العائله ديالك الصغيره. بغيت ندير اليوم الكتف في هذا في الفران، محمر في الفران مع هكا الخضيره، وخليكم معايا مع هذه الوصفه. للتذكير ما تنساوش ليا لي لايك، شكرا لكم بزاف بزاف، التعليق ديالكم الزوينه اللي يخطيكم عليا، وما تنساوش ليا لي لايك، الله يجازيكم بالخير. واللي جديد في القناه مرحبا به، تابونا الى اكيد الى عجبته القناه باش العائله تزاد تكبر وانتم معايا. يلا هو عندي هذا الكتف، هذا المهم ها هو، واخا الا بغيتو تقطعو انا ما تقطعش ليا الكتف كما موالف كيتقطع من جهه الضلعه، المهم هكا مقطوع كما شي مشكل. غادي نديرو نيت هكذا ها هو. وعندي هنا بالنسبه للتوابل اللي غادي ندير، عندي الزبده، ضروري الزبده باش كتجي اللحم كيجي فتي، وعندي السمن حتى هو كيعطي واحد النكهه زوينه، والملحه، وهنا واحد المعلقه صغيره ماشي بزاف ديال الكمون، وسكينجبير والخرقوم والبزار والثومه والتحميره حتى هي غادي نزيدها دابا. ها هي حتى هي التحميره باش كتعطي واحد اللون اللي زوين محمر. صافي، المهم هادو هما المقادير اللي غادي ندير. غادي نخلط شويه وغادي ندهن به هذا الكتف. هذا اول حاجه غادي نحاول نثقب هاد باش تدخل ليا فيه كتف. صافي ها هو، من بعد ما خلطت مزيان هاد غادي نبدا ندهن الكتف ديالي. كما شفتوا معايا هانتوما حاولت كلها شويه نحلها مزيان، هانتوما حيت صراحه راجلي ما قطعاش ليا مزيان من جهه الضلعه، ما قطعاش يعني قطع لي الكتف كامل وهكا، يعني ماشي مشكل، غير ليسونسيل انني هانتوما ها كتشوفوا انني كنفلح شويه هكا قدر المستطاع باش كندخل الشرميله مزيان. وديجا كما شفتوا انني تقبتو شويه بالموس. صافي صافي، هي كتكون يكون الكتف ديالنا واجد. هنا غادي نخليه واحد شويه بينما يسخن ليا الفران، بينما نوجد الخضره اللي غادي نرافقوا معها تقريبا ساعه حتى لساعتين باش تدخل مع ديك التتبيله مزيان، عاد غادي ندخل الفران باش يطيب في الفران. وخليكم معايا، بغيتو ديروا كاع بحال هكا بالليل، يعني مرقد بالليل هكا بالتشميله ديالو راه تيكون احسن. انا منين ضيق الوقت ما ساليتش صافي غادي نديرو غير هكا نخليه شويه وندخل الفران. من بعد ما خليتها تشرب الشرميله ديالها غادي نبدا بالخضره. بالنسبه للخضره المهم اي خضره عندكم كتحاولوا ديروها اي خضره. انا عندي هنا بطاطا، عندي ديك بطاطا صغيره غنسلقها، ولكن غنسلقها هكا ما غاديش نقشرها باش علاش باش تبقى ليا صينه. المهم اول حاجه هنا غادي ندير البابي هذا، انا سبقت ليه البابي كويسون، غير هو خاصنا نجمعوه مزيان باش يطيب لينا. هاهو
خصو يكون زمت مزيان باش يطيب. صافي هنا شعلت الفران سخون صافي، وغادي ندخلها الفران طيب هكما على نار مهيله، المهم تقريبا على حسب الفران درجه الحراره ديالو كيفاش كيطيب. وما انا عندي فران ديال الضو، غادي نشعل عليه الفوق والتحت وغادي ندير عليه 250، المهم 250 وغادي يطيب. وخليكم معايا، المهم هو كيبي شويه الطياب يطيب على خاطرو تقريبا ديك حتى لساعتين ديال المكانه على حسب. المهم انا غادي نقول لكم شحال طاب، شحال المده الزمنيه اللي طاب. خيزو حتى هو ندير ليه الملحه، غادي نسد عليه طويل تسلق، خليته هكا شويه صين باش بحال دابا بحال دابا هادو كما كتشوفوا ما قطعتهمش باش يبقى صين، باش حتى الا كنقطعو وكنشملو ما يتفرتتش ليا. هنا هادي القرعه خضراء حتى هي غادي نسلقها حيت غير هي كطيب. من درت واحد شويه ديال اللوبيا حتى هي، هنا غادي ندير الخسطه وغادي نوجدو على تسع، يعني باش ما حيتو عليكم الحاجه اللي بتشد لكم الوقت راه مزيان. انتوما تبارك الله باين طيب، ها انتوما طايب بصراحه مزيان محمر يا سلام. ماما غنخلي هكا، غنوجد دابا الخضره باش نسوطيها، اصلا الخضره تاعي واجده عندي صافي. وغادي نقدمها في الطبق، خليكم معايا. هنا غادي نبدا نسوطي بطاطا هي الاولى، كما كتشوفوا بطاطا راه خليتها صاينه يعني ما تسلقوهاش بزاف، تكون باش تكون مزيانه لكم باش ما تديرش لكم فاش كتشحروها. وجدت الثومه وجدت المعدنوس، غادي ندير شويه الزيت وملحه والبزار صافي. المهم الا عندكم الزبده صراحه من الاحسن، انا ما عنديش، غادي ندير غير زويته صافي وملحه والبزار والثومه والمعدنوس. ثومه كما كتشوفوا الخضره ها هي، وجدت خيزو تا هو غادي نقطعو، هذه القرعه تا هي، وهنا شويه ديال اللوبيا ما كانتش عندي، المهم هذه اللي كانت قديت بها. المهم الخضره اللي عندكم راه كتقديو بها، والمعدنوس هنا والثومه. وهنا غادي ندير خيزو تا هو قطعتو طراف، درتهم نيت في نفس المقله ماشي مشكل صافي. وانا شويه المليحه والبزار، شويه ديال الكمون والثومه والمعدنوس. كوكو انا جيت معكم الروين يا الروين. المهم انا وجدت هنا كلشي بقى لي، دابا غادي غير نحضر الخس ها هو قديتو. هنا هادي شويه ديال تيخوفين، هادي اللوبيا خضراء، المهم هادشي اللي لقيت عندي راه درتو قديت بيه صافي. هنا وجدت هادي بطاطا لي صوتيتها تجيكم مزيان، هادي حتى هي خيزو صافي. دابا غادي نوجد، خليكم معانا. هنا بالنسبه للتزيينه كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا هنا عندي هاد لي كوردون هادو، درت ليهم الزيتونه والبيض ديال السمان. المهم ديكوراسيون كيبقى الا عندكم بحال هكا دوك الطرفات ديال الفرماج، دوك لي طوماط سوغيز تا هما كيجيو في التزيين كيجيو زوينين. المهم التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم صافي. المهم هنا غادي نبدا على بركه الله باش نحط معايا كما شفتوا، هي حطيتها هنا فوق الطبق. غادي نشد هنا هاد الرجل ديالها شي جي منظر ديالها زوين هانتوما صافي. وغادي نبدا نزوق بالخضرة. المهم كيما شفتو غادي نبدا دابا نعمر بالخضره. غادي نزيد بطاطا
صافي. وهنا غادي نزينو هكا حدا في الوسط. فوالا. وهنا غادي نديرو مليحة وكمون في الوسط، ما عرفت واش نزيدها هكا. هكا وهادي هكا فوالا. وهذا هو الطبق ديالنا نتوما كما كتشوفوا، كنتمنى يعجبكم. ومحمر اللي جاب بالنسبه لجو عندكم الضياف، انا غير انا وليداتي طليت فيهم اليوم. ايه يلا بصحتنا وبصحتكم. شوما طيب وجفتي شوما.